فيلمنا بيبدأ مع طفلة صغيرة وهي واقفة على شاطئ البحر وبتفضل تتفرج على الأمواج وبتجيب طوبة وبتحدفها في البحر. وفي مكان تاني بيبقى فيه بنت اسمها مية في أوضتها وبتستعد لأول يوم مدرسة ليها، وبتوصل الفصل وبتقعد وهي منتبهة لما المدرس بيسأل طالب معاه في الفصل اسمه روبرتو، وبتعجب مية بروبرتو والشلة بتاعته عشان باين عليهم إنهم رائعين. وخلال فترة الفسحة بتتكلم بنت خجولة مع مية وبتسألها هي ليه نقلت مدرستها في نص الترم، وبترد عليها مية وبتقول إن أبوها جاله وظيفة جديدة عشان كده عزلت وجات المدينة هنا، وما بتركز مية مع البنت بسبب انها مهتمة بشلة روبرتو وبتقرر انها تتكلم معاهم. فبتروح لهم وبتطلب منهم ولاعة عشان تولع بيها السيجارة، بس محدش منهم بيديها اهتمام وبيمشوا. وفي نهاية اليوم الدراسي بترجع مية لأوضتها وبتقفل على نفسها الباب، وبتدخل عليها امها وبتسألها يومها كان عامل ازاي في المدرسة، بس مية بتبقى متضايقة وبتتكلم مع امها بوقاحة وبتقولها تطلع برا الأوضة. فبتقلق عليها امها وبتقولها انها ما تتكلمش معاها بالاسلوب ده، ولكن فجأة مية بتتعصب وبتضرب امها وبتوقعها على الارض. وبتفوق مية من الحالة اللي هي فيها بسرعة وبتحس بان ندم لما بتشوف امها وهي بتتألم على الارض، وبتروح لها بنتها وبتطمن عليها وبتقعد جنبها. ولما بيعرف الاب اللي حصل بيعاقب مية على اللي عملته، وبتتحمل مية العقاب وبتقضي وقتها لوحدها في البيت. وبالليل فجأة بتبقى عطشانة جدا وبتنزل من اوضتها للمطبخ وبتملى كوباية مية وبتحط فيها سكر كتير وبتشرب الكوباية على مرة واحدة، وبعدها بتروح لأوضة امها وبتنام في حضنها وهي لسه حاسة بالذنب على اللي عملته الصبح. وفي تاني يوم بتروح مية المدرسة وبتقعد في الفصل وبتلاقي انهم بيجهزوا الرحلة المدرسية، وبتتفق شلة روبرتو انهم يختاروا مدينة كونيلاند وبيضموها للأماكن اللي مرشحة للرحلة. وبتسمع مية البنت اللي في الشلة وهم بيقولوا انهم هيستمتعوا هناك بوقتهم ويشربوا مخدرات. ولما بتتملي السبورة بأسماء المدن بيبدأ التصويت، وبتبقى مية هي آخر طالبة تعمل تصويت، وبتروح للسبورة ومعها التباشير وبتهمس لها الشلة وبيقولوا لها انها تصوت لكونيلاند. فبتصوت مية لكونيلاند وبيتم اختيارها للرحلة المدرسية أخيرا. وبعد المدرسة بتشوف البنات مية وبيندهوا عليها وبيطلبوا منها سجاير، ولكنهم بيقولوا لها يا غبية، وبتتعصب مية وبتمشي وهي متضايقة، بس البنات بيرتاحولها وبيعرفوا نفسهم ليها وبيبقى اسمهم جيانا ونيلي وفيفي. وبعد لما بتتعرف مية عليهم بيخلوها تخرج معاهم، وبيروح الاولاد للجيم وبتروح جيانا مع البنات لبيتها. ولما بتوصل بتخلي جيانا ابوها يمضي على اذن الرحله المدرسيه، وبتطلع البنات لاوضه جيانا وبيتكلموا عن الاولاد، وبتشغل جيانا اللابتوب بتاعها وبتوري فيلم المية، وبتفضل البنات تهزر مع بعض وبتخنق جيانا واحده منهم بهزار. ولما بيعجبهم الموضوع بتخنق مية جيانا وبتفقد جيانا وعيها، وبعد لحظات بتفوق وبتقول انها حست باحساس غريب وجميل. فبتستغرب مية وبتطلب من جيانا انها تخنقها هي كمان. ولما بتفقد مية الوعي بتشوف نفسها في المحيط ومحوطها المية من كل مكان، وبتعوم مية تحت المية. وبعد لحظات بتفوق مية وبتمشي لبيتها بسرعة بسبب الحاجة الغريبة اللي هي شافتها. ولما بترجع للبيت بتروح بسرعة لحوض السمك وبتبقى جعانة وبتاكل سمك حية من الحوض، ولكنها بتحس بوجع في بطنها وبتروح للحمام وبترجع، وبتسمع امها صوتها وبتروح تطمن عليها بس مية ما بتردش عليها. وبالليل بتحط مية مكياج وبترقص لوحدها في الأوضة. وفي تاني يوم بتروح لأبوها وبتديله إذن الرحلة المدرسية عشان يمضي عليه، بس أبوها ما بيمضيش وبتضايق مية وبتروح للمدرسة. وهناك بتلاقي جيانا والبنات ماشيين في اتجاه غير اتجاه المدرسة، وبتنضم مية ليهم وهما رايحين للمول التجاري، وبتعمل جيانا اختبار حمل وبيطلع انها مش حامل، وبتفرح لها البنات وبيحتفلوا بده. وبتروح البنات لمحل مستحضرات تجميل وبيسرقوا من هناك المكياج، ولما بيشوفهم حارس الأمن بيجروا وهما بيضحكوا، وبتجري مية وجيانا لوحدهم وبيوصلوا المكان فوق كوبري على البحر، وبتضحك البنتين على اللي حصل وبيشربوا كحول، وبتنضم لهم نيلي وفيفي وبيرجعوا لبيوتهم. وبتبقى مية عايزة تعمل نفسها كبيرة، فبتتكلم عن طريق الشات مع راجل غريب وبيتفقوا انهم يتقابلوا. وبتحس مية بألم شديد في بطنها وبتروح للحمام وبتملى البانيو وبتنزل فيه، وبتتفاجئ مية لما بتشوف صوابع رجليها لازقين في بعضهم، فبتخاف وبتخرج بسرعة من الحمام وبتتفرج على صوابعها في الأوضة. وبتروح لها ما وبتسألها فين السمكة اللي كانت في الحوض، وبتكذب مية عليها وبتقول لها انها رمتها في قاعدة الحمام وشدت عليها سيفون. فبتتعصب الأم وبتضرب بنتها بالقلم على وشها، وبتضايق مية وبتقفل الباب في وش امها. وفي تاني يوم بيوصلها ابوها للمدرسة وبيقول لها انه مش هيمضي على اذن الرحلة المدرسية بسبب وقاحتها مع امها، وبتخرج مية من العربية وهي متعصبة، وبدل ما بتروح للمدرسة بتغير طريقها وبتروح للمستشفى. وهناك بتقابل دكتورة وبتقول لها على الحاجات الغريبة اللي بتحصل لها، وبتبص الدكتورة على صوابع رجل مية الملتصقة في بعض وبتقول ان دي حالة اسمها ارتفاق الاصابع وانها مولودة بالشكل ده، بس مية ما بتتفقش على اللي قالته الدكتورة وبتقول ان ده حصل لها في الفترة اللي فاتت. فبتخلي الدكتورة الممرضة تعمل فحص المية وبتاخد عينة من دمها، وبتلاحظ مية وهي مع الممرضة ان الدكتورة بتتكلم في الموبايل وبتبص المية نظرة مريبة. فبتهرب مية بسرعة من المستشفى، وفي طريقها بتقع على الارض وبتتعور في ركبتها، وبتقوم مية من على الارض وهي بتعيط وبترجع للبيت. وهناك بتتفرج مية على ألبوم صور العيلة، وبتتكلم مع امها وبتسألها ليه مفيش اي صور لامها وهي حامل في مية في الألبوم. ولما بتقولها الام اجابة مش مقنعة بتمشي مية وبتروح لأوضتها، وبترجع مية تتكلم مع الراجل الغريب عن طريق الشات وبتطلب منه انهم يتقابلوا. وفي تاني يوم بتتكلم مية مع صاحباتها وبتقول لهم انها هتقابل راجل غريب، وبيوصلوها البنات للفندق
الفندق اللي مية هتقابل الراجل الغريب فيه، وبتقعد مية مع الراجل واللي بيكون اكبر منها بكتير في السن، وبيلاحظ الراجل ان رجلين مية ورمين ولونهم ازرق، وبتحس مية انها مش مرتاحه وبتقرر انها تمشي بعد لما بتضرب الراجل في وشه. وبتروح مية للسوبر ماركت وبتشتري معدات طبيه، ولما بترجع للبيت بتستخدم المقص الطبي في قطع الجلد اللي ما بين صوابع رجليها، وبتحس مية بالالم الشديد وبتفضل مكمله في اللي بتعمله. وبعدها بتروح لروبرتو وبيشربوا سجاير وبتنام مية عنده في البيت. وفي طريقها للبيت بتقعد بين الاشجار وبتتامل في الطبيعه، ولما بتفطر مع اسرتها بتاكل الاكل بطريقه شرسه، وبيتفرج عليها ابوها وامها وهم مستغربين من سلوكها، وبتتجاهلهم مية وبتروح تقابل اصحابها. وهناك بتحضن روبرتو، وبتبقى البنات حواليهم وبيسالوها هل هي في علاقه مع روبرتو ولا لا، وبتقول مية انها لسه مش متاكده من اللي ما بينها وبينه لحد دلوقتي. وبيعدي النهار وبيجي الليل، وبتبقى الشله كلهم شاربين كحول وسكرانين، وبيكون البنات عمالين يرقصوا وبتتفرج مية عليهم، وبتحس جيانا باثار الكحول وبتفضل ترجع، فبتاخدها مية لبيتها عن طريق مترو الانفاق. ولما بيوصلوا للبيت بتشوف جيانا ابو مية نايم على الكنبه، وبتسال مية ليه ابوها وامها ما بيناموش مع بعض في نفس الاوضه، بس مية ما بتقدرش تعلق على سؤالها. وبتتكلم البنتين مع بعض في الاوضه، وبتقول مية انها حاسه ان اللي معاها في البيت دول مش اهلها الحقيقيين وانهم اتبنوها وهي صغيره. وبتحكي جيانا لمية وبتقول ان امها وابوها اتطلقوا، وان امها كانت عايزه تاخدها معاها لامريكا، وبتقرر جيانا انها تزور امده ابو مية على اذن الرحله المدرسيه لكونيلاند. وفي تاني يوم بتقابل جيانا اسره مية وهم بيفطروا، وبيستغرب الاب والام منها وهي بتقول ان اهلها ما بيهتموش لو هي نامت في اي مكان بالليل. وبتروح البنتين للمدرسه وبيركبوا اتوبيس الرحله المدرسيه، وبيجي المدرس وبياخد منهم اذن الرحله المدرسيه لكل واحد من الطلاب خلى ولي امره يمضي عليه، وبتدي مية الاذن المزور للمدرس وما بياخدش باله من حاجه، وبيستمتع البنات بوقتهم في الاتوبيس. وبتطلع جيانا من معاها كيس فيه حبوب مخدرات، وبتدوب البنات الحبوب في ازازه عصير وبيشربوا منه، وبيبقوا دايخين بسبب طول وقتهم في مدينه كونيلاند. وبتكون مية حاسه بدوخه لما بتبقى مع روبرتو، وبتروح للحمام لما جسمها بيوجعها، وبتعيط مية بسبب الالم، ولما بتخلع بنطلونها الجينز بتلاقي رجلها ورمه ولونهم ازرق، وبتفقد مية الوعي وبترجع تشوف نفسها تاني في المحيط. ولما بتفوق بتلاقي نفسها نايمه على ارضيه الحمام، وبتحس بمغص وبترجع على الارض، وبتدخل عليها صاحبتها وبيقلقوا عليها وبيفضلوا جنبها عشان تحس بتحسن. وبترجع جيانا باتوبيس الرحله لبيتها، ولما بتدخل من باب البيت بتلاقي اهلها مستنيينها، وبيبقى ابوها متعصب جدا بسبب انها راحت الرحله من غير اذنه، وبتتجاهلهم مية وبتروح لاوضتها وبتنام. وبالليل بتحس بالحر الشديد وبتنام على ارضيه الاوضه البارده، ولما بتصحى من النوم تاني يوم بتلاقي جلد رجلها بيقشر وبيهو على الارض، وبتحس مية بالرعب من اللي شافته، ولكنها بتتمسك نفسها وبتلبس هدومها وبتروح للمدرسه. وبتيجي حصه الاحياء وبيخليها المدرس تعمل عمليه لسمكه، ولما بتنتهي الحصه بتحس مية بالجوع وبتاكل السمك الني، وبتشوفها بنت وهي بتاكل السمك وبتهددها مية انها ما تقولش لحد على اللي شافته. وبتروح مية مع امها الدكتوره نفسيه، وبتسالها الدكتوره لو في حاجه مضايقاها، وبتتعصب مية جدا وبتقول انها حتى مش عارفه لو اهلها اللي معاها في البيت هم اهلها بجد ولا لا، وبتقول انها كمان مش عارفه هم اتبنوها وهي طفله ولا لا. وبترجع مية للبيت وبتدور مع جيانا على اي دليل ان اهلها هم عائلتها الحقيقيه، وبتلاقي جيانا ملف مكتوب باللغه الفرنسيه، ولكن قبل ما يعرفوا يقروه بتوصل ام مية وبتزعق لبنتها على الفوضى اللي عملتها. وبتمشي جيانا وبتتكلم مية مع امها وبتطلب منها انها تقول لها على هويه امها الحقيقيه، بس مية ما بتوصلش اللي هي عايزاه في الاخر برضه. وبالليل بتنام مية على الارضيه البارده تاني، ولما بتصحى بتلاقي ابوها وامها خارجين ورايحين زفاف حد من اصدقائهم، وبيدوا لمية عنوان الفندق اللي فيه الزفاف، وبتفضل مية قاعده لوحدها وحاسه بالملل وهي بتتفرج على التلفزيون. وبتحس مية بالجوع وبتروح لحوض السمك وبتاكل السمك اللي فيه تاني. وبيجي لها رساله من جيانا بتطلب من مية فيها انها تيجي الحفله عند البحيره، وبتروح لها مية بالليل وبيشربوا كحول وبيبقوا سكرانين، وبيشوفهم شاب وبيطلب منهم انهم يروحوا معاه الحفله تانيه بكره، وبتوافق البنات انهم يروحوا الحفله. وبتروح جيانا تهزر مع شاب تاني في الحفله، وبعد لحظات بتسمع مية من الشباب ان جيانا غرقت وهي بتعوم في البحيره، وفورا بتروح مية للبحيره وبتنط في المايه وبتعوم، وبتلاقي جيانا فاقده الوعي تحت المايه، وبتعرف مية انها تشيل صاحبتها في البحيره وبتخرجها من المايه. ولما بترجع جيانا المايه اللي دخلت في الرئه بتاعتها وبتستعيد وعيها، بتجري مية بسرعه من الحفله وهي مخضوضه. ولما بترجع لبيتها بتروح للحمام وبترفع التيشيرت اللي لابساه، بتلاقي ان عندها حراشيف زي الاسماك في ظهرها، فبتتاقلم مية على الوضع وبتتقبله. وبتروح لاوضتها وبتشيل جلدها المتقشر على رجلها بملقاط، ولما بتدخل جيانا الاوضه عشان تطمن عليها بتشوف منظر مية وبترجع على الارض بسبب اللي شافته، فبتتعصب مية وبترميها بازازه كحول فاضيه وبتقولها تمشي. ولما بتخرج جيانا من الاوضه بتفضل مية تعيط على اللي بيحصل لها. وفي تاني يوم بتستعد مية للحفله، ولما بتوصل هناك بتلاقي شباب وبيخلوها تشرب كحول وبيغتصبوها. وبتوصل جيانا للحفله ولما بتشوف المنظر بتتعصب جدا وبتفوق مية من اللي هي فيه، وبتقول ان في حاجه غلط بتحصل لها. ولما بيشوف اللي في الحفله رجلين مية الغريبه بيتقرفوا من اللي شايفينه، وبتخاف مية وبتروح بسرعه لبيتها. وبتصحى مية من النوم بالليل وبتلاقي ان رجليها كمان بقوا ملتصقين في بعض، وبتحاول مية انها تقف على رجليها ولكنها بتفقد الوعي وبتقع على الارض. وبتصحى مية من النوم وهي مرعوبه لما بتشوف نفسها اتحولت لعروسه
عروسة بحر ورجليها اتحولت لزعانف اسماك وبتبقى خايفة ومش عارفة تتنفس، فبتجر جسمها على الارض وبتروح للبانيو وبترش نفسها بالمية لحد ما بتعرف تتنفس تاني، وبتملى البانيو مية وبتنام فيه، وبيتغرق البيت بالمية في كل مكان، وبتتصل مية على جيانا عشان تيجي. ولما بتوصل جيانا بتتفاجئ وبتخاف لما بتشوف عروسة بحر حقيقية قدامها، ومع ذلك بتساعد مية وبتجرها وبتحطها في صندوق عربية نقل وبيتجهوا للمحيط. ولما بتركن جيانا العربية على جانب البحر بتتصل مية على اهلها للمرة الاخيرة وبتقول لهم انها بتحبهم، وبتقعد مية مع جيانا على الشط وهم حاضنين بعض لحد ما بتغرب الشمس، وبتودع مية صاحبتها وبتنط في البحر وبتعوم فيه نحو الاعماق، وبينتهي الفيلم. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.